بقدم له تقرير نصف سنوي، يعني بقى عندي كذا نوع تقرير كبرامج الصحة وبرامج المبادرات والكلام ده كله. بيقدم برضه تقرير بعد عقب كل نشاط، بيقدم ايه؟ تقرير. الغير دوري زي ايه؟ الحاجات الارجنت. انا عايز في برنامج الصحة يا جماعة تعملوا لي تقرير على عدد المستفيدين السنة دي. عايز في برامج المبادرات تعمل لي تقرير على المستفيدين داخل برامج المبادرات كلها. فانا عندي كذا نوع، نوع اللي هو الدوري وغير الدوري. عندي حاجة تانية، محتوى التقرير نفسه. في محتوى تقرير خاص بالأنشطة، وفي محتوى تقرير خاص بالأفراد. يعني أنا مثلا حضرتك ماسك برنامج إيه؟ المبادرات. حضرتك بتقدم نشاط عن إيه؟ عن مبادرات. ممكن حضرتك تقدم نوعين من النشاط، تقدم نوعين من التقرير. نوع كنشاط ونوع كحضرتك كمدير للمبادرات، عملت إيه في الأنشطة بتاعتك خلال السنة؟ حضرتك كفرد ممكن تقدم أنت عملت إيه؟ والحاجة التانية ممكن تقدم النشاط دوت، النشاط اللي حضرتك عملته خلاص تعمل له تقرير منفصل. الحاجه الثانيه عندي انواع التقرير من حيث الاهداف. خلاص تقرير متابعه، بيبقى دايما عندي نشاط شغال مثلا مستمر لمده 3 شهور زي البرنامج الصحي، القوافل الطبيه اللي عندنا شغاله في البرنامج المصري، فبعمل تقرير متابعه. بيبقى كل فتره زمنيه كل اسبوعين مثلا بعمل تقرير اشوف انا وصلت لكام حاله، وصلت لكام واحد استفاد، ده اسمه تقرير متابعه. شغال لغايه انتهاء الايه؟ المشروع او البرنامج. الحاجه الثانيه بعمل تقرير دراسه. ما هو تقرير الدراسه؟ تقرير الدراسه دي انا عندي حاجه معينه عايز ادرسها، فبعمل تقرير. انا مثلا هدخل عندي في البرنامج بتاعي السنه الجايه رياضه الترايثون، وانا مش عندي في البرنامج بتاعي، فانا ببدا اعمل تقرير دراسه. مين بيقدر يعمل سباحه كويس؟ مين يقدر يركب دراجات كويس؟ مين يقدر يجري كويس؟ اشوف انا عندي الثلاثة دول، هل الفئات دي موجودة عندي؟ هل عندي المكان؟ هل عندي؟ فبعمل تقرير عشان ادرس بيه اللي انا ابدا اخد مشروع جديد او دراسة لموضوع معين. حاجة تانية تقييم الاداء. تقييم الاداء زي ما قلنا ان اي حد بحضراتكم بعمل تقرير عن الفرد نفسه. بيبقى عشان خاطر اقيم بيه اداؤه. فلان ده عمل النشاط السنه دي 1 2 و3 في شهر 1 2 و3 كان عدد المستفيدين بتاعته 1 و2، كان حاطط موازنه 1000 جنيه استخدم الموازنه دي 800 جنيه عمل ايه؟ ايه اهم النجاحات بتاعته؟ ايه اهم الاخفاقات؟ بعمل تقييم لاداء الاشخاص عامه او تقييم لاداء للموضوع.